فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي كوالد أن أفتش في جوال وكمبيوتر أبنائي خشية أن يكون فيها شيء؟ نعم، هذا واجب عليك، تفقدها وتنظر فيها. وكما ذكرت لكم، لا يشترى لهم جوالات فيها أكثر من الاستخدام المكالمة، يجي فيها عروض وبلاوي وشين محرمة، لا تشتري هذا الجهاز لهم. نعم. ويقول حفظك الله، يقول إن بعض الناس يقول إن هذا الفعل من الأب يعد من التجسس المنهي عنه، فهل لقوله وجه؟ الكلام هذا هو الكلام الباطل. الوالد مأمور بأن يربي أولاده وأن يشرف عليهم وأن يتعهدهم، هذا واجب عليه وليس من التجسس، هذا من القيام بالواجب الذي أوجبه الله عليه. لكن الآن فيها الآن بلن حصل، وهو أنهم يقولون: لا تقول لأولادك ولا لزوجاتك ولا لبناتك شيء، هذا من العنف الأسري، اتركهم يعملون ما يشاءون، حريتهم، ما تدخل فيهم، هذا من العنف الأسري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريدون أن ما أحد يقوم بالواجب، وكل يعمل ما يشاء. نعم.